بالتأكيد قبل حوالي 3 ساعات بدأت الجلسة الإجرائية لمفاوضات السلام ما بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز عالم الحلو. وبعد انتهاء الجلسة مباشرة دخل الطرفين إلى الجولة الأولى أو الجلسة الأولى في جولة المفاوضات لبحث القضايا المتعلقة بقضية المنطقتين وكذلك قضية بناء الدولة السودانية والترتيبات الأمنية. وهذه القضايا تم التوقيع عليها في إعلان المبادئ في شهر مارس ما بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال عبد العزيز آل محلو. ومتوقع أن تستمر هذه الجولة من التفاوض لمدة 2 أسبوع، بعدها يرفع الطرفين ما توصل إليه من اتفاقية. ماذا قد نعرف عن عقبات التفاوض الأساسية في الأجندة؟ بالتأكيد عقبات التفاوض هي ملف الترتيبات الأمنية ودمج جيش الحركة الشعبية في القوات المسلحة السودانية. وسبق أن وقع الطرفان على يعني ضرورة إنشاء جيش سوداني قومي موحد وعقيدة عسكرية موحدة. كذلك من التحديات قسمة الثروة والسلطة، ومعلوم بأن حركات الكفاح المسلحة التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في شهر أكتوبر الماضي استأثرت بالنصيب الأكبر من المناصب في مجلسي الوزراء والسيادة، لكن يظل التحدي الأكبر هو التمويل لأي عملية سلام. كانت اتفاقية سلام دارفور نص على تخصيص 750 مليون دولار إلى دارفور لمدة 10 سنوات. لم يتم الحديث حول يعني ما هي المبلغ المخصص للتنمية في المنطقتين يعني جنوب النيل الأزرق وجبال النوبة، وهي المنطقة التي تستأثر فيها الحركة الشعبية وهي فيها نفوذ كبير وتأثير مباشر في الأرض على في تلك المنطقتين. التحدي الاقتصادي هو يعتبر التحدي الكبير الذي يواجه عملية السلام والاستقرار في السودان. طيب، نحن أمام جلسة أولى من اللقاءات ما بين حكومة المرحلة الانتقالية والحركة الشعبية الشمال، متفائلون بتوقعات إيجابية من هذه اللقاءات؟ نعم، نحن متفائلون كسودانيين لأن الجولة الحالية هي جولة بين طرفين مباشرة، ليست كالجولات السابقة هناك تعدد في المنابر ربما المسارات كانت في حركات الكفاح المسلح. الآن المفاوضات بين طرفي الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، الأجندة واضحة، الضامنين موجودين، الحضور الدبلوماسي والسياسي الكثيف في جوبا. أيضا الحكومة يعني عدت جيدا بحضور رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء، وهذا يعطي الجولة دفعة قوية باعتبار أن الموجودين في جوبا لديهم التفويض الكامل للحصول على اتفاقية يعني تنهي حالة الحرب وكذلك تبدأ مرحلة جديدة من مراحل السلام. الحركة الشعبية بدورها أبدت حسن النية وأعلنت وقف إطلاق النار في المنطقتين، وهو بالتأكيد يمهد للانخراط في عملية السلام دون أي عقبات، وكذلك عملية بناء جدار الثقة بين الطرفين حتى يمضيان قدما للوصول إلى تفاهمات واتفاق نهائي. وكما ذكرت نتوقع خلال 2 أسبوع المقبلين أن يصل الطرفين إلى اتفاق سلام ينهي هذه الحالة التي عاشها السودان وهي حالة الحرب واللا استقرار. إذن الموضوع يتبع. أنا أشكرك جزيل الشكر على انضمامك إلينا من الخرطوم، الكاتب الصحفي محمد علي فرازي، شكرا جزيلا.